في الواقع بأنه أنا خرجت من النجف وأنا مجاز بالاجتهاد. يعني أول إجازة اجتهاد حصلت عليها في النجف بتأريخ سنة 1401 من الهجرة. يعني الآن اللي احنا في سنة 1430 من الهجرة، يعني قبل 29 قبل 30 عام. بل أنا أجزت بالاجتهاد، ولذا عندما جئت إلى قم ليست لي حاجة بالبحث الفقهي أو الأصولي كبير حاجة. نعم كنت بودي أنه أن أطلع أنه هل يوجد شيء بعد الدروس الفقهية والأصولية التي استفدتها من سيدنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هل توجد هنا بعض الأمور الإضافية التي يمكن أن أستفيد منها أو لا. فحضرت مجموعة من الأساتذة وإذا صارت مناسبة أشير إليه، ولكنه واقعا كنت حائرا في أنه أكمل الدرس الفلسفي والعرفاني الذي بدأته في النجف على يد سيد مسلم الحلي وعلى يد شيخ عباس القوشاني أو لا. سبب الحيرة، يعني الحيرة باعتبار أنه كما تفضلتم أنه يعد هذا الدرس خصوصا في الأجواء المرتبطة بحوزة النجف يعد درسا غريبا، وليست له تلك ليس له ذلك القبول الذي يوجد للفقه وللأصول. هذا مضافا إلى أنه ينظر إلى من يتعمق في الأبحاث الفلسفية والعرفانية أنه ليس قويا في الأبحاث الفقهية أو الأصول، أو ليس فقيها مثلا. بعبارة أخرى، هذا الذي إلى الآن في الأذان العامة موجود يعبرون عن دروس الفلسفة والتفسير والعرفان والكلام والدروس الأخرى يعبرون عنها بالدروس الثانوية، بالدروس الهامشية، بالدروس التكميلية، وكأن الفقه والأصول هو الأصل وأن هذه الدروس هي ماذا؟ هي ثانوية. وهذه طبيعة الحال تؤثر على الإنسان، وأنا أريد أن أعيش في هذه الحوزة، وخصوصا أريد أن أعيش في الحوزة العربية وفي ضمن هذا الإطار الفكري وهذا الإطار النفسي لمثل هذه الأبحاث. ولذا كنت حائرا أنه أستمر في ذاك أو لا أبقى، خصوصا كانت هناك، ما أريد أيضا أذكر الأسماء، كان هناك جملة من أصدقائنا من الفضلاء من العلماء من الأساتذة كان ينصحوننا أنه ماكو حاجة إلى البحث الفلسفي إلى البحث التفسيري، وإنما أنت أبقى اشتغل في البحث الفقهي والأصولي. وأنت بحمد الله تعالى كنت حاضر عند السيد محمد باقر الصدر، ويكون في علمكم أنا أيضا حاضر عند السيد الخوئي سنتين إلى ثلاث من البحث الفقهي إلى البحث الأصولي. فصارت مناسبة ذهبت إلى زيارة إلى الإمام الرضا لأول مرة سلام الله عليه، وأنا منشغل بالزيارة وجدت أنه المسؤولين والخدم الموجودين بدأوا يخرجون الناس من الحرم الشريف. فسألت، قالوا بأنه هذا الوقت الذي لابد أن نغسل الحرم. فبحثت عن مسؤولهم، قلت أنا جاي من العراق ومن كربلاء والنجف، وإذا أمكن أنه أنا ما أبقى مع الخدام أغسل مع الذين يغسلون وينظفون الحرم الشريف. فقال لي ما في مانع، ولكن حاول أنه أنت في الشكل تخفي نفسك إلى أن تبقى معنا. وبحمد الله تعالى بقينا، وتدرون الأجواء، ما أدري أنتم عايشين ذيك الأجواء، فده أجواء روحانية، خاصة أن الحرم عندما يفرغ ويغسل الحرم كاملا وينظف يعطى فد وقت تقريبا 20 دقيقة إلى نصف ساعة، لا يفتحون الأبواب ويتركون لأولئك الذين نظفوا وطهروا وغسلوا الحرم للزيارة، وأنه كل ينفرد بنفسه، هذا الذي يصلي، هذا الذي يدعو، هذا الذي يتوسل إلى آخره. فإحنا عندما قمنا بهذا العمل وانتهينا منه، أنا وصلت إلى خدمة الإمام سلام الله عليه، أخذت وقفت عند الضريح، قلت له يا ابن رسول الله، اليوم أنا هنا قدمت عملا، الإنسان يقدم عمل يريد أجرا من الذي قدم له العمل،
والأجر أيضا أنا لا أريد أن أعينه، أقول وفقني في الباب الكذائي أو الباب الكذائي أو الباب الكذائي، أبدا أنت اختره لي، ولكنه هذا القدر. سيدي ابن رسول الله، أنا حائر أنه في أبحاث العلمية في أي اتجاه أذهب، إلى الاتجاه الاتجاه الفقهي بحمد الله تعالى ما عندي هناك حاجة شديدة إليه، أتجه أكثر في الاتجاه الفلسفي العرفاني التفسيري العقائدي الروائي، هذا البعد الغائب اللي عبرت جنابك عنه بأنه أساسا خلاف النسق الموجود في حوزة النجف. هذا قلته وخرجت من الحرم الشريف، وبعد ذلك بيني وبين الله وجدت انجذابا وميلا شديدا إلى هذه الأبحاث بالنحو الذي كنت أحس أنه لا أستطيع أن أفارقها. ولذا الدرس الفلسفي والعرفاني والتفسيري، اللي خصوصا الدرس الفلسفي والعرفاني اللي في الحوزات العلمية كان يحتاج لا أقل إلى 20 أو 25 عام لإكماله، أنا أنهيته في 7 سنوات. لماذا؟ باعتبار أنه ضاعفت الجهد، وأكو هناك علاقة وحب وعشق لهذه المطالب. ولذا أجزت بالمباحث الفلسفية وأجزت بتدريسي أهم كتاب، وهو كتاب الأسفار، اللي أنا في عقيدتي الذي يستطيع أن يدرس كتاب الأسفار بشكل علمي ودقيق هو مجتهد في الفلسفة. أجزت لعله الوحيد من بين كل تلامذة الحوزة النجفية من شيخ جوادي آمولي، وعندي إجازة في هذا، ولكن إلى الآن لم أخرجها لأحد. هذه لأول مرة أنا أقولها في حتى في هذا الكتاب الذي كتب عن حياتي، هذه الإجازة أنا لم أشير إليها. أنا أجزت في الأبحاث الفلسفية وأني قادر على تدريس أي بحث فلسفي من سماحة آية الله الشيخ جوادي آملي، العلامة جوادي آملي أستاذي، في سنة 1414 من الهجرة، مو الآن، قبل 17 سنة، قبل 17، والإجازة الآن موجودة وأنا محتفظ بها. ولكنه كما أنا متعود أرى بأنه الصحيح أن الإنسان بآثاره بدرسه بكتابه يخرج على الناس، لا بقصاصة على الورق يخرج ماذا؟ يخرج إلى الناس. ولا أنا كان بالإمكان إجازة الاجتهاد التي أحملها في الفقه والأصول، أو الإجازة التي أحملها في الفلسفة من شيخ جوادي آملي أو من غيرهما، هذه أخرجها وأطبعها هنا وهناك، ولكنه واقعا قلت إما أني قادر على أن أخرج وأعطي شيئا من حيث الدرس، من حيث الكتاب، من حيث الآثار، من حيث الفضائيات، وأنتم الآن تعرفون. وبحمد الله تعالى إلى الآن درست في 7 مواد علمية، يعني فقها وأصول على أعلى المستويات، من أدنى المستويات إلى أعلى المستويات، فقه وأصول وفلسفة وعرفان وتفسير ومنطق وأخلاق ملن، هذه 7 مواد كلها أنا درستها في 6000 درس، 6000 درس أنا مدرس.